الأحذية الضيقة وقلنا أن ده مش بس سبب طبيعي للإحساس بألم القدم لكنه سبب منطقي وقلنا برضو أن في أطفال كتير قوي بيكونوا مشوشين أو بيكونوا متلخبطين لما نقول لهم لما نشتري لهم مثلا حذاء أو شوز أو جزمة يعني أيا كان المسمى اللي حضراتكم بتستخدموه ونقول لهم مثلا الجزمة مريحاك ولا لأ كتير قوي من الأطفال وأحيانا الكبار ما بيعرفوش يردوا يعني ما بيبقوش عارفين هي مريحاهم ولا لا فلازم نخلي بالنا ان احنا لما نتعامل مع الاطفال احنا والبائعين في المكان نتاكد ان الجزمه تكون مريحه الطفل فعلا مش لازم انها تكون بتلق كده في رجله او تخرج منه وهو ماشي ولكن تبقى مريحه. وختمنا الجزء الاول قبل الفاصل وقلنا ان في سبب غريب جدا او سبب يعني طريف جدا حكايه ان في ناس بتلبس الاحذيه اللي ليها رباط والرباط مربوط. وكنا وقفنا بقى قبل الفاصل ايه الخطوره في ده او ايه المشكله في ده؟ المشكلة انه لما الرباط بيبقى مربوط بيكون الجزمة اصلا ضيقة، يعني بتكون ضاقت لان الرباط ده بيكون معمول بيكون مفكوك نحط فيه القدم، بعد كده بنربط الرباط عشان الجزمة تمسك على الرجل. كتير جدا جدا من الامهات والاباء لما اولادهم يكونوا بيلبسوا جزمة برباط الاطفال بيقلعوا الجزمة من غير ما الرباط ايه يتفك، ويرجعوا يلبسوا تاني الجزمة، فاصلا وهم بيلبسوها بيبذلوا مجهود حتى لو من غير ما يقولوا لنا بيقعدوا زي ما بنقول كده يحشروا رجلهم علشان خاطر الرباط ما يتفكش وبعدين يلبسوا الجزمه بصعوبه دي من اكتر العوامل اللي بتؤدي الى الاحساس بالالم في القدم سواء عند الصغيرين او عند الكبار حتى في كبار بيعملوا الحكايه دي لدرجه ان في ناس من الكبار يعني بيكونوا متعقدين كده او متضايقين من الرباط بتاع الاحذيه فيقولوا ايه احنا بنميل ان احنا نلبس الاحذيه كلها تبقى اللي هي من غير ايه رباط فخلوا بالكم من الحكايه دي قوي تمام خلوا بالكم كمان من ممارسه الرياضه باحذيه غير رياضيه يعني ايه يعني مثلا لابسين جزم عاديه الاطفال مش جزمه رياضيه وموجودين مثلا في مكان او في خروجه او في تجمع عائلي وفي مساحه فطلعت كده اقتراح او الناس بتجري او الناس بيلعبوا كوره او مش عارف ايه فممارسه الرياضه باحذيه غير رياضيه تؤدي الى الاحساس بالالم في القدم والعكس صحيح المشي بقى باحذيه رياضيه خاصه يعني ايه احذيه رياضيه خاصه يعني مثلا لو احذيه رياضيه في المطلق ما فيش مشكله ان احنا نمشي بيها طبعا لكن بيبقى في مشكله لو الاحذيه دي ليها ستارز او ليها اللي هي مثلا زي احذيه كره القدم فده غلط ان الطفل يمشي بيها او غلط ان الطفل مثلا يكون في تدريب ولا حاجه ولابس هذا الحذاء وبنكمل احنا مثلا خروجه بقى بنروح مكان او بنشتري حاجات ويبقى الطفل لابس هذا النوع من الاحذيه ده برضو غلط ويؤدي الى الاحساس بالالم دول اول ثلاث اسباب لالام القدم عند الطفل اللي احنا قلنا الاسباب الطبيعيه وانا لو تفتكروا في بدايه الحلقه قلت لكم رغم انه السؤال كان غامض جدا وما فيهوش داتا او معلومات كتيره لكنه كان مهم بالنسبه لي قوي ان انا اخترته لحضراتكم لان موضوع الام القدم عند الاطفال موضوع جديد وما اتكلمناش فيه قبل كده وانا بتعامل معاه دلوقتي مش على انه بس سؤال من احد الامهات ولكنه موضوع عايز حضراتكم تستفيدوا منه من المعلومات دي يعني زي ما لاحظتم دي الاسباب الطبيعيه، طيب ايه هي بقى الاسباب الحركيه؟ السبب الاول من الاسباب الحركيه التي تؤدي الى شعور بالالم في القدم هو القيام بحركات خاطئه للقدم اثناء ممارسه الرياضه. يعني ايه؟ يعني إيه ان الاطفال مثلا وهي بتمارس رياضه معينه مثلا تقوم تغير اتجاهها بسرعه. او يكونوا مثلا بيحاولوا يفرملوا او يعني بيحاولوا مثلا يوقفوا نفسهم. انا ما بتكلمش بس على رياضه كره القدم احنا قلنا انه آلام القدم دي ما مش مقصوره على كره القدم لان كل انواع الرياضات بلا استثناء زي ما سمعتوا مني في الجزء الاول فيها الفوت وورك او فيها استخدام القدمين التنس والسكواش والبينج بونج وكره السله وكره اليد وكره الطير فاحيانا الحركات الخاطئه دي تؤدي الى الشعور بالالم وده زي ما قلنا انه ده خطا في ممارسه الرياضه وفي الحقيقه نصيحه انسانيه انا عايز اقولها للمدربين اللي بيكونوا مشرفين على تعليم الاطفال او تدريب الاطفال في رياضات معينه. اولا يتجنبوا الحركات الخاطئه، يعني يعلموا الاطفال الرياضيين الصغار دول سواء اولاد او بنات ان هم ازاي يتجنبوا الحركات الخاطئه، يعني انت مثلا بتجري وعايز تغير اتجاهك تغيره بالطريقه الفلانيه. او بتقطع بحاجه معينه او بتفرمل او عايز تفرد سبرنت اكتر او كده فلازم المدربين يعلموا ولادنا وبناتنا الصغيرين لما يمارسوا رياضه ازاي تجنب الحركات الخاطئه لازم كمان يعلموهم تجنب الاصابات تجنب اصابات الاطفال لبعض يعني هقول لكم مثل عشان تفهموا قصدي يعني في مدربين كده لما بيبقوا مثلا هناخد مثل برضو بكره القدم تبص تلاقي ايه المدرب واقف على الخط وكده ويبقى تدريب عادي ما تبقاش مباراه يعني ويقول له ايه مثلا هو واحد معاك كوره وفي ولد يعني داخل عليه او بيعمل دفاع عليه فيقول له ايه ادخل راجل ما تخلوش يعدي منك فاهمين قصدي الاطفال بياخدوا الكلام ده بحماس شديد جدا وممكن يؤدوا الى ان هم ياذوا بعض من غير ما يقصدوا فاهمين قصدي يعني ادخل راجل خليك راجل ما تخلوش يعدي ما يعدي دي بالنسبه للطفل ان هو ممكن يكعبله ممكن يؤدي الى اصابه وانا الحقيقه عندي قصه شخصيه انا 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 بشكل شخصي مرت عليا لان انا يعني زمان كنت بلعب كره سله فالحقيقه في مره من المرات كان يعني كنت بلعب في احد الانديه الكبرى في مصر على فكره فاحد المدربين المدرب اتغير فدي قصه والله حقيقيه يعني فجالنا مدرب جديد كنت انا لسه في نهايه المرحله الثانويه يعني قبل ما ادخل الجامعه ففوجئت بالمدرب بي بي بيقول لنا حاجه في منتهى الغرابه يعني بيقول ايه وكنا ده في اثناء مباراه يعني بنلعب مباراه فلقيته بيقول لنا واحنا في التايم اوت يعني وكان في واحد في الفريق اللي قدامنا الحقيقه يعني ربنا فاتحها عليه ومتالق يعني فكان فكان بيقول لي انا بيقول لي وانت قريب منه حاول تدوس على مشط رجله على مشط الرجل ودي اصابه معقده جدا يعني اصابه مش بس تخليه يشعر بالالم بقى دي تخليه ممكن يبطل رياضه يعني لما يجي في كره السله لما يجي مثلا يقفز وعشان يحط الكره في السله يعني او ما ندوس على مشط رجله دي حاجه في منتهى الاذى وطبعا انا ما عملتش كده يعني لانه يعني دي حاجه ليها علاقه اصلا بقى بالتربيه مش بالاخلاق الرياضيه ولا بالروح الرياضيه يعني ما ينفع لان دي هتؤدي لاصابه و... وانا كنت مستشعر ده طبعا ما كنتش دخلت كليه طب ولا حاجه بس كنت لسه زي ما بقول لكم في نهايه المرحله الثانويه بس عارف ان ده امر شديد الخطوره ففكره ان مدرب يقول للاعب انه يتعمد اصابه لاعب تاني دي حاجه الحقيقه يعني يعني ربنا يعافي الجميع وربنا يكتب السلامه للجميع بس لما يحصل حاجه زي كده وتحسوا ان في مدرب في سبيل أنه هو يحقق هدف او انه يحقق مكسب او كده بيعلم الاولاد طرق غير مشروعه او اي حاجه يعني باي باي طريقه إن كانت يبقى ده نتوقف هنا عن ممارسه الرياضه مع هذا المدرب ده كان السبب الاول في الاسباب الحركيه خلاص اللي هي اصابات القدم نتيجه الحركات الخاطئه السبب الثاني في الاسباب الحركيه لالام القدم هو الارتطام بالارض او الاصطدام بشيء صلب كلامي ممكن ما يكونش مفهوم لكن هقول لكم مثل حضراتكم هتفهموا قصدي اظن حضراتكم كلكم عارفين ان الاطفال الصغيرين في سن سنتين وثلاث سنين واربع سنين ها لما بنبقى نازلين مثلا على سلم تبص تلاقوا كل الاطفال يحبوا يعملوا حركة دي تبص لو اخر سلمه ولا اخر سلمتين يحبوا ينطوهم وهم ماسكين ايدينا صح ولا او احيانا من غير ما يبقوا ماسكين ايدينا دي ممكن تؤدي الى اصابه في القدم نتيجه ارتطام القدم بشيء صلب وهو الارض حاجه تانية الاطفال اللي بيحبوا يلعبوا في البيت تلاقيهم بيتنططوا على الكراسي وعلى الكنبه والكلام ده كله وتلاقيهم احيانا في لعبه كده عند الاطفال كتير او برضو من الاطفال بيلعبوها مع انها غلط واولياء الامور الاب والام لازم يعلموهم ان ده غلط تلاقيه مثلا يطلع فوق كرسي وينط او يطلع فوق كنبه وينط صح ولا غلط دي ممكن تؤدي الى اصابات خفيه في 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 القدم نتيجه أنه هو بيبقى واقف على مرتفع احنا بالنسبه لنا نقول ايه هو ايه المرتفع يعني دي كنبه ما هو بالنسبه للطفل ده ارتفاع مش لازم يبقى بينط من من ادوار كبيره ولا من امطار كبير بالنسبه للطفل ان هو يقف وينط زي ما بنقول كده بعزم ما فيه ويتحمل جسمه وزنه في اللحظه دي لحظه ارتطامه بالارض ده ممكن تؤدي الى اصابات خفيه بقول لكم في القدم ده غير انها من المؤكد انها تؤدي الى الام الاقدام. عشان كده خلوا بالكم قوي من الحكايه دي خلوا بالكم من مناطق العاب الاطفال المنطقه اللي بيسموها كيدز اريا او مناطق اللعب بتاعه الاطفال في النوادي والحدائق العامه خلوا بالكم من عوامل الامان في في الحاجات دي في الاجهزه في الحاجات دي كلها تقولوا لي عوامل الامان اقول لكم اه تخلوا بالكم والقائمين على الحاجات دي لازم يخلوا بالهم. عوامل الأمان مش بس لازم تراجع في الملاهي وفي وفي الأجهزة الكهربائية وكده، لا تراجع في الحاجات العادية، في مسامير بتفك وفي مسامير بتتعرض للصدأ. وأحيانًا أجزاء من الألعاب دي ممكن يحصل فيها مشاكل وهكذا، لا قدر الله، ربنا يكتب السلامة للجميع. كده نبقى قلنا خمس أسباب يخلوا الطفل يشعر بالألم في قدمه. ثلاثة منهم أسباب طبيعية زي ما قلنا، اللي عايز بقى ما كانش متابع معانا ولسه منضم لينا يرجع للسوشيال ميديا. ويشوف الجزء ده ثلاثه منهم اسباب طبيعيه وسببين من الاسباب الحركيه كده يبقى فاضل 11 سبب وللاسف زي ما قلت في الجزء الاول كلها اسباب مرضيه